ما نزيدش ما نقدش، رانا ما عادش حلو نتبعوا القنيطره على ركابي. قالوا لي ما بقاش نكون خير، يكون خير. مشاهدي قناه الجاوي منها ولا الله يدير لي فيها الخير. مشاهدي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره من تيفل. تنخلي لكم مع سيده اللي جات هي والاسره ديالها واللي انتقلوا لهنايا، طبعا بغات تكلم لوحدها لراسها يعني لوحدها، بتوصل واحد الرساله كتقول بانه هما تسكنوا في واحد المنطقه اللي هي خليك معايا تابعين العمل والاقليم خميسات البشويه والدائره تيفل في المقاطعه والقياده عين جهره سيدي بوخلخال القبيله دوار ايت سوا. كتقول بانه الاخ ولد عمهم جاء من الخارج وعرف بان الارض ديالهم كتواجد في موقع استراتيجي هام ولا تساويه ثمن اللي هو كبير، وطمع في الارض ديالهم وبغى ياخذها نظرا او بحكم انه عندهم بلان اللي فيه الاسماء تقريبا. الشكاية والقضاء حكم لصالحي، ولكن باش أنني نحفظها بقى عندي إشكال في واحد الوثيقة إدارية ما بغاوش يقدموها لي السلطات المحلية اللي أنايا كننتمي لها، وهاد بني عمنا باغي يخلينا أرضنا. نخليكم مع الحاجة اللي بغات توصل صوتها. مرحبا لك. أربعة الإكتارات وهز نسخة من ذوك أربعة الإكتارات وبيع بيهم الولد عمنا، ملي بيع بيهم الولد عمنا أرض أخرى يخرج المخزن ويحقق معنا الملكيه فين والارض فين وحنا فين. وناض هذا ولد عمنا جا من فرنسا وتكى علينا وقال لك لا بغيت هذه اللي على الكودرون باش بديك السميه تخربت السلوقيه. هو عنده الجيران انا نزورهم لكم قبله عنده في ملكيته، ورث عبد الرحمن بالحاج ويمين الميلود بالحاج غروب الواد ومحمد بالحاج، ورث الجلالي بن جليل شمال وجال عندنا حنايا عندنا الكودرون ديال المخزن غروب، وعندنا قبل الواد وعندنا ليمان الشارفي محمد، وعندنا الشمال ورثات الجلالي بن جليل وغروب عين الشتا الكودرون ديال المخزن. وبغى يتكى علينا يدي ديك اللي عند الكودرون ومخلي بلادو اللي عنده فيه ملكيته بالجيران وبالسميات اللي بايع لي خويا. الا بايع لي خويا في ارضه يمشي لعند ارضه، ماشي خويا من حيت وارث معانا يدي لينا حنا بلادنا، راه ما يمكنش. احنا عند الله وعند روسكم، احنا عند ربي وعند روسكم، والله يجازيكم بخير هادشي بحثتوا معنا فيه بالمخزن وبالجدارمية. ولا تصاب الكذوب عطوني 5 سنين تاع الحبس، الا تصاب عليا شي كذوب عطوني 5 سنين ديال الحبس. واخا الحاجه هنايا انتم ما درتوش شكايه والقضاء نصفكم. خرج الخبير، خرج الخبير ودار بالبلاد وعيط على الناس وسول، والخبره هاي عندنا في سميتنا، الخبره عندنا في سميتنا، وهو بغى لينا هذه اللي عند الكودرون ما بغاش يشد قدام الواد قبله من خويا. احنا ما بينا وينو حتى حاجه، اللي عنده مع خويا يمشي لبلاد خويا، بيع ليهم ملكيته حدا دارو يمشي عنده، تيقول ليه بلادك ها الملكيه باش بيع لك عندي هنا، وهو تيقول لنا لا نشد هذه وبوانا داير ليها البلان ومات بوانا ومات معاه البلان، ودرنا احنا بلان في سميه الوراثه ومشى الخميسات ورجع في صلاحنا، رجع البلان في غوارثه قد دور من عمر. وملي لحق هنا للدوره قال لك لا ما نعطيوكم شهاده اداريه من حيث هذاك عنده تا هو خربت السلوقيه السميديه ديالها، خربت السلوقيه هذه، خربت السلوقيه عند مع 60 خلق فيها اولاد عمنا وفيها الغاشا نبيين علينا، ما عندهمش كاع الكنوه بحالنا، ما عندهمش كنوه بحالنا وعندهم خربت السلوقيه نفس المشكل. هادشي باش باغي يتكى علينا، راه عنده هو قبله ورث عبد الرحمن بالحاج وعنده في ملكيته في الدان الزويال ميه الميت، زادوا ديك النقطه تاع خربت السلوقيه بها بغا يدي لنا البلاد، غاب ديك النقطه خربت السلوقيه. دابا خرج المخزن وحقق معنا الملكيه ديالو فين والارض وحنا فين والارض، والجيران ديالنا مع الجيران ديالو. هادشي باش باغي يتكى علينا غاب ديك النقطه تاع خربت السلوقيه، شاري من خويا في الدان الزويال لميه الميت خربت السلوقيه والواد غروب، وباغي يدي لي اللي غروب عدا الكاياس ديال المخزن، القدرون ديال المخزن كاياس باغي يدي فيها بهذيك السميات عاد خربت السلوقيه، خربت السلوقيه عاد قبيله ما هماش كنوتنا كاع، كانوا بكري تيجيو السلاق والصياده تيجيو فيها، واللي ناضي عند البلاد وحفظها تيدير خربت السلوقيه. هذه هو باش باغي يتكى علينا غاب هاد النقطه عاد خربت السلوقيه. حنا واخا عندنا خربت السلوقيه عاد جيراننا وعندو تاهو عند خويا وباع لهذا ولد عمي. يعني اللي نقدروا نقولوا باش نوضحوا اكثر،
لانه هو راه باع ليه ولد عمك. خويا اللي باع لولد عمي. باع ليه خوك باع ليه منطقه واحده اخرى. منطقه واحده اخرى بيعها بالخويا 30 عام هذه. وبغى يتكي علينا حنا غادي 3 و4. منطقه عند هذاك الاسم اللي ذكرتي انت دابا. أي. وين تبارك الله ما عقلنا عليه. ذاك الاسم اللي ذكرتي انت دابا يعني المنطقه اللي باع ولد خوك لولد عمك. عندو هاد الاسم اللي ذكرتي دابا المنطقه اللي نتوما فيها نفس الاسم غير هي كاين الفرق في واحد الكلمه اللي زايده تما ولا حد عدو هو في الدان زويا. خويا باع عليه ملكيتو في الدان زويا. أيه. خرج المخزن وحكر على هذه في الدان زويا فين جا. الا كان في الدان زويا عندنا في بلادنا حنا خلينا بوانا يديها. دابا انت هو عنده في الدان زويا. في الدان زويا لميه الميت خربت السلوقيه ثلاثه الاسماء. أيه. وحنا عندنا لميه الميت خربت السلوقيه ما عندناش في الدان زويا. لا عندنا غير في الدان حيت هو عنده السلوقيه زاد بغى غير على ديك السلوقيه بغى يتلاحدنا. شاف السلوقيه تتلاح وبغى يتلاحدنا. هو تابع غير السلوقيه فين ما تلاح تتلاح. قال لك الهم تيضحك الحاجه. دابا انا بغى يدي خربت السلوقيه خصو غا يدي 60 خلق ما هما في كنوتنا ما هو في زميلتنا. يعني الا نجحت لي العمليه معاكم انتم ولاد عمو يقدر انه يتمادى حتى الاخرين يتمادى ويطاول على الناس على القبيله كلها. قبيله هو عنده ملكيته بنيتي اللي نحكر لك عليها بنيتي. احنا عند ربي وراسكم وعند الله تعالى ومول الخير يدير الخير. هو دابا متكي علينا غا بديك النقطات عاد خربت السلوقيه ما ملكيته اللي شاري من خويا اللي بايع با الخويا فيها فدان زويا الميه الميت خربات السلوقيه. واخا هو عنده جيران وحنا جيران وعنده اسماء وحنا اسماء. هنا انتم مشيتوا وبدلتوا البلون ديالكم ودرتوا في الاسم ديالكم كان في اسم دبار. خلاه بوانا. خلاه بوانا. الكروكي خلاه بوانا. ومشي البلون خلاه باكم وبدلتوه فاش توفى الله يرحمه رجعتوه في الاسم. لا جنا القايد والقايد قال لنا هذا مات مع بواكم دابا تعاودوا كروكي في سمية الوراثه. ملي جنا ليه 12 شاهد بلا الملك ملكنا وخلاه لينا بوانا. وجنا ليه الملكيه تاعت باش بوانا شاري من عمنا هالارض عندها 50 عام باش شاري من. ايوه وسمعتيني. دابا هو منين جنا القايد هنا قال لك ديروا كروكي في سميتكم. مشينا بنيتي خلصنا مهندس وجناه الارض ودار بها وعبرها وجنا هذاك طلب التمليك دفعنا عند القايد ونهار هذاك ولد عمنا جاب مهندس كانت القمره لا عاودت لك ضحكتها تشبعي كانت القمره وجاب مهندس قالوا باللي البلاد بعيده علينا قالوا حقا جاب اللي الجيران قال لك ماشي الناس عبرته هو ودار نفس المشكل العبار اللي عندنا فهمتي دار نفس المشكل العبار اللي عندنا وين من تيجي الملكيات الملكيه اللي بيع عليه فيها خويا سميه اخرى وارض اخرى دابا ولا ملاحظ معنا هذاك الكروكي اللي جا في الليل وعبر واخا الفيلم كامل اللي حنا كنتكلموا عليه طالع على وثيقه اداريه اللي خصك تاخذيها مع المستشفى بغيت ناخذها قال لي القايد لا ما نعطيهاش قال لي انا بنيتي انا محروقه بنيتي الله يرضى عليك والله عندك حريه سمحي لي كما بغيتي باش نوضح النقط ديالك يعطيك الرضا باش نوجهك باش تعرفي يعني كما كنقولوا حنا الفيلم كامل اللي طالع على واحد الوثيقه اداريه اللي خاصها تسلمها لك السلطات المحليه اللي كتمثل في شخص القائد وباش انت تمشي ديري الملكيه. نعم. علاش شنو المشكله وقع لك مع الوثيقه الاداريه؟ منين رجع لينا البلان ديالنا مزيان دفعنا الطلب جانا مزيان فيه وراثه تقدر بن عمر ملي لحقنا القياده قال لك القايد انا ما نقدرش نعطيكم. من حيت هو رانا فايت عطيتو على هذه خربت السلوقيه ما نقدرش نعطيكم وعلاش؟ قال لك الباشا ما بغاش لي الباشا قال لي ما تعطيهمش انا ما بيدي ما ندير هاكا انا ما نكذبش اللي قالوا لي تنقولوا ما نكذبش لحقاش انا تواجهت مع خص المعقول مع القائد راه كيتبع التعليمات ديال الباشا الا نعم القائد مسكين القائد مسكين الله عمر ليه الدار ما داير ليا حتى حاجه قال لك راه ولد عمكم مشى لعند الباشا شكى عليه وعيط ليا الباشا قال لي ما تعطيهمش هاد الباشاويه فين انت فين كاين في الخميسات اييه نرجعوا نقراو ديك الوثيقه باش نعرفوا العنوان بالضبط نخليك حاجه هذا الميكرو خليك العماله والاقليم الخميسات الباشاويه الدائره تيفلت المقطعه وقياده عين زهراء سيدي بوخلخال القبيله دوار اي تقسم قسم رسالتك الاخيره الحاجه
ها رسالتك الاخيره شنو هي الكلمه اللي بغيتي تختمي بها؟ الكلمه اللي غنختم بها الله يجازيكم بخير، الله يحفظكم والله ينجيكم. الا ما وقفوا لي في الامور انا ما عنديش مرا ضعيفه، وهاد السيد متكي عليا تيقول لك انا متكي عليكم بالشكر، انا فاكانسي ما تديو مني حتى حاجه، بغى يدي لنا ارض بوانه غاب هاد السميه اللي تخربت السلوكيه، يخرج المخزن ويحقق معنا الملكيه اللي شاري فين كاينه، والجيران اللي عندنا واش عدوا؟ هو اش داير الملكيه خازنها من حيث فيها ارض اخرى، وجا عبر لينا غا البلاد تيتلاحظ معنا غا بالكروكي. تيتلاحظ واضحه مشاهدي قناه تيتلاحظ معنا غا بالكروكي. نتسنى واللي كطالب بان تنصف وتحققها، وانا كنقول بان جميع الوثائق هي في صالح ديالها، ولكن عندها اشكال في وثيقه اداريه اللي خاصها تسلمها لها السلطات المحليه باش انها تملك هذيك القطعه الارضيه اللي بغيت رمى عليها ولد عمهم اللي جا من الخارج، بحكم انها كتواجد في موقع استراتيجي مهم مساويه ثمن يعني مرتفع. كتقول بغيت الانصاف ديالي، ما عندي الا الله والمسؤولين. باقا نزيد فواحد الله حاجه غير قليله باش غنزيدها قليله. هذا ولد عمي من اللي شرا من هذا خويا الملكيه تاع تبا، وبا باقي بالحياه، بوا ما ميت، شرا منه 30 عام وبا حي، وهو شاري منه الملكيه من حيت بوا كتبها لخويا ودارها لي بيع، فهمتي؟ دار بيناياش هالارض هذه انا بعتها لولد عمي نصيبي في بوا، فيها هذيك الملكيه، في هذيك الملكيه اللي فيها في الدان الزواجه. اسمك خبر الخير، رسالة واضحة، نتمنوا من السلطات على أنها تفاعل معاك وأنها حنا دابا اللي بغينا غا شهادة إدارية، عندنا أوراقنا كلشي نقي كلشي مزيان وما بغاوش يعطيوها لينا. يعني المشكل أنت ما بقاش عندك مع ولد عمك؟ لا أنا ما بيني وبينه حتى حاجة، بيني وبين خويا. أنا ولد عمي دابا أنا اللي عندي غا مع الباشاوية ما بغاوش يسلموا لينا سميتها، تيقول لك راه داخل عندكم بهالنقطة راه تخربت السلوكية. واخا الباشاوية ما بغاوش يسلموك وثيقة إدارية باش الله يرحم والديك أبنيتي. الرسالة واضحة. ولكن الملكية اللي باع خويا لولد عمي فيها في الدان الزوية، يخرج المخزن بالجدارمية وحقق معنا، ولا جبروا عليا الكذب ويعطوني 5 سنين ديال الحبس. صافي يلاه. نتمنى رسالتك توصل، الله ينجينا ونجيك ونجي جميع المسلمين. امين بنتي امين بنتي، انا محروقه ومشويه، رامي علينا باطل بغا يدي لنا بلادنا، بغا يدي لنا بلادنا.